ولكن قبل هذا حبيت نديرو الفار. ماشي الفار على الهدف تاع ايكومبيا اللي صحيح 100%، لا، الفار على واحد القضيه صرات جهه الحدود مع الدوله اللي هاك. المره اللي فاتت شفنا الهربه الاسطوريه من طرف المغربي، يعني نشوفوها من جهتنا، راه مجاو صور من زاويه اخرى، نركزوا مليح ونشوفوا. شوفها ليك ليك زاد كمل اوب 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 اوب. على بالكم واش معناتها انك تطلع عليكم تشوفوا في السياج كيفاش راهم مشوك بالله؟ عباك نعرف واحد نهار حكى لي قصته تكسر على بالك الكتف تاعو، راحت باسكو كي طلع الفوق طاح في الحدود المغربيه، دائما كان داخل المغرب طاح. يعني باش تشوف الفرد الجزائري الحياد تاعو كيفاش جحيم، يعني لدرجة انه يخاطر بالشكل هذا باش يدخل يلقى البحر، يلقى تاع عجلة الطائرة، يلقى باسكو كي شفناها من الطرف المغربي ما كانتش باينة مليح الهربة كيفاش. بصح يعني باش تطلع على بالك بالطريقة هذه بيديه يحكم ياجد. واكيد درك راه موجد لها عنده مدة باش دارها بالاحترافية هذه. احنا كان مادا بينا نكونوا اليوم رانا نحكيو على هذا السيد كيفاش نوفروا ليه واللي كيفو، كيفاش نوفروا لهم افاق، كيفاش هادو لي جون يبقاو في بلادهم، كيفاش ما يحرقوش في اول فرصة. تونس كشفت الطوابير على الدخول لتونس، المغرب الناس داخله، لو كان يتحلوا الحدود راني قلت لك راه نص الشعب يهرب. اسبانيا 4000 واحد الاسبوع اللي اول امس 1000 واحد قال لك في يوم واحد 1000 جزائري، واللي ضاعوا في البحر. هذوك ما نحكيوش عليهم اللي كلاهم الحوت. انت كي تشوف كل هذا تقول انه الموضوع من المفروض درك البلاد هذه الموضوع الاساسي هو كيفاش نطوروا رواحنا، نطوروا بلادنا، كيفاش نخرجوا الشباب من الجحيم اللي عايشينه، كيفاش بلادنا ما تبقاش مزباله، كيفاش الناس ما تاكلش من المزابل بالحديث على انه البلد مزباله. رواحوا تشوفوا الفرد الجزائري كيفاش راهو عايش اولا، باسكو ثاني هذه راهي سي كلك شوز. هذه درعان ولاية طرف حي الزيتون، هذه راهي طرف. الناس كيفاش عايشة، الجحيم اللي عايشينه في البلاد راهي كارثة. عفوا وين راحت الصور، وين راحت على بالي شوين حطيتهم. والله لا نبغوك وكاع شاولا دير لنا حرج. عطاك الفرد الجزائري الدل تاعو هذا راهو في البحر حراق، راهو في نص البحر، القارب تاعو محبس وراهو يقول عمو تبون باسكو على بالو باللي كي يوصل لاوروبا ما يديرولوش الباسبور، قال لك اصبرنا نزيد نضرب الشيطة. حنا الفرد الجزائري حتى كي يكون في وسط البحر يضرب الشيطة. هذا راهو حارق، راهو هارب،
راه مخاطر بحياته باش يهرب من المزبله المسمات الجزائر، هو في نص البحر هو يضرب الشيطان تبوني من الناس كامل هاربه. اصلا كيفاش ما تهربش يرحم باباك قبل ما نوصلوا لليابان والحقره؟ كيفاش ما تهربش كي تشوف المظاهر هذه مثلا؟ ولا وزل هيبة لا مواقف ويه. لو كان تواصلتوا معايا انا ندير لكم الاغنية ماشي وتبون رئيس الجمهورية شحال حابسين حتى في الكلمات. كارثة كارثة البلاد. كيفاش ما تهربش يرحم باباك؟ تشوف صور كيما هادي ما تمسخرش، راك تلقى بركان ترمي روحك فيه، زبالة كبيرة. الناس وصل بها الوضع ما تقدرش تعيش. تروح تشوف الحملة الانتخابية، شوف على واش قاعدين يهضر. شهداء شهداء ما شاء الله يوفي الله يلتبارك. وهذي ساك شحال وهذي يسمى غالي ولا رخيصة؟ رخيصة كاين 50 وطلع 100 على 6. انا ما فهمتش، هذا ممثل تاع تبون بنقرينا دخل الحانوت يبيع السيكان تاع النساء، قاعد يسقسي فيه على لي ساك تاع النساء، الحقائب اليدوية للنساء. واش دخل الشهداء؟ خليهم يرقدوا، خليهم يرتاحوا، راهم ماتوا راهم تهناوا، راهم سترهم ربي ما شافوش الجزائر المستقلة. خليهم يرتاحوا مساكن. رغم هذوك راني فهمت دركا بالك علاش النظام الجزائري مخلي الجماجم في باريس عند فرنسا وما يطالبش بهم، هما خايفين من فرنسا. بصح ما قال لك خليهم يرتاحوا في باريس، راهم بيان، ما يخليوش الشهداء يرتاحوا، خليهم يرقدوا شويه، خليهم مرتاحين. راهم عند المولى عز وجل، راهم عند الله لا يظلم عنده احد. شوفوا البلاد هذه المزبله الكبيره داخل الحانوت يبيع لي ساك حملة انتخابية ويحكي على لي ساك. ومن على سورك لا عرفت التوجور اللي ما كما حبيت والله الا بلي الا بلي تبارك الله ما شاء الله. سيدنا حمزه انت اسمك زين راه سيدنا حمزه راه سيدنا رسول الله قال وحمزه لا بواكي له، ما لقاش من اللي يبكي سيدنا حمزه اللي هو رانا كيروح لواحد مكه كيروح لواحد للحج والعمره لازم يروح للاحد ويزور مقبره سيد الشهداء سيدنا حمزه. حوارات لازم دائما تتمثل هذاك باش غدوه ولا قدر الله اي واحد اعتدى على البلاد نتاعنا حمزه ندعو عليها. حمزه تاع تيزي وزوره هنا والدنيا رخيصه ولا ايوا فهمت حمزه الحكايه هذه كامل. وين رايحه حمزه؟ الشهداء السكان تاع النساء حمزه في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام باش حمزه تدافع علينا من المروك. دار 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 دار. انا اللي كنت على بالي انا نشوف في المقطع وقبل ما يوصلها على بالي وين راهو رايح، وحمزه على باله راهو قاعد يشوف معاه روح برك روح تما ماشي يا حمزه. نشوفوا كيفاش نوفروا لك كيفاش وليداتك يكون عندهم مستقبل في البلاد هذه، تكون عندهم منظومه تربويه تصلح. كيفاش نوكلهم؟ كيفاش نشربهم؟ كيفاش انت تكون عندك افاق؟ كيفاش تكون عندك مستقبل؟ لا قالوا واش بك اي واحد يعتدي على البلاد؟ حمزه تعتزي وزوره هنا قدر الله اي واحد اعتدى على البلاد نتاعنا حمزه تعتزي وزوره. يعني باغي نحشمك نقول لك المره الجايه يرحم والديك على وجهي ما تردنيش الدخل. ماشي موافق انت يا ودي على جالي سبحان الله العلي. حشمتك جاي 800 من وريك وطلعت من العاصمه وجيت اللي انا نطلبك باش تعطيني صوتك لهذا السيد الجزائري اللي راه مترشح راك توعدني وراه وعد الحر يديه خلاص كلمة رجال ان شاء الله. ايوا خلاص انا كنت صوت واحد من عند حمزه كفاتني. حمزه هذا باش تفهموه راه السيد من حمزه
راه السيد من تيزي وزوره وحشم من الكاميرا تبرك راح يعطيه في الصفعه. قال له تعيش ربي يعيشك عطيه الصوت ولا ويحاول ويش هاكم انتم تبون معينو معينينو الجنرالات خليو حمزه في راحته. شوف حمزه المروك رم اعداء ودافع علينا منهم وروح تنتخب على تبون والسلام عليكم. بصح حمزه ما يدي والو، ما كانش وعود ما كانش برنامج ما كانش ارقام. علاش حمزه ينتخب على هذا عبد المجيد بوحجره؟ لا لا، المهم روح برك ويحاول فيه هو المستوى. هذه هي الحمله الانتخابيه، ما كانتش حمله انتخابيه. تبون راه مخباوه الصراحه. انا ابارك انكم سكتوا تبون، بارك الله فيكم. هذه والله حاجه ايجابيه. اخي دائما يجيو عندي اذكر الايجابيات اذكر الايجابيات اذكر الايجابيات. الايجابيه الوحيده في المزبله الكبيره هذه المسمات الجزائر منذ 1962 هي انهم سكتوا تبون هذو الايامات وخلوه في بلاصتو. احسن شيء يغلق فمه. ديجا حنا رانا ما فريناهاش، راهم زادوا اليابان، راهم زادوا عطاونا بالكفوف، راكم درتوا فضحنا غير يسكت برك، ما يزيدش يخرج لنا كش ما يدير فضيحه جديده ويزيد يقول لهم نحروا كذا وكذا وكذا ونصدموا على غزة خباوة تبون تحت الإقامة الجبرية، ما كانش حملة. راهم يوجدوا الخرجة تاع جانت هذه بتحفظ كبير، وراي حقيقة راهي شفتوا قضية تاع السفيرة الأمريكية التداعيات تاع الكارثة اللي دارها لنا تبون بالتصريح تاعو هذاك ضد مصر. دونك غنقولوا فمو هذه هي. هذا كي يكون عندك رئيس معين عنده ايجابيات صراحه، هكا غنقولوا فمو وخلي هذا المهرج راه يهرج على الاقل مع في اطار راكم تعرفوا الفقره اليوميه من اجل الترويج للسياحه في الجزائر. اليوم استسمحكم ماناش راح نشوفوا مزبله من عفوا مناظر جميله من الولايات الجزائريه. يوم في إطار الحملة الانتخابية راح نشوفوا صور من الحملة الانتخابية ولكن في ولاية الجلفة. نشوفوا احنا المستوى السياسي في البلاد هذه، باسكو تبون قال لنا تذكروا بأنه تبون هو صاحب عبارة مصطلح السياحة السياسية اللي إلى يوم الخلق هذا مازال ما فهمتش أنا واش معناتها. تبون قال لك أنه الجزائر قطب في السياحة السياسية، إلى يومنا راني مازلت نحوس. دونك ربما تدخل في هذا الإطار. دوزيام موندا. الجلفة. راهي الدوزيام معناتها 12. العهدة رقم 12 تاع تبون راهي صعيبة شوية. الجلفة بقاو لنا يخي نتوما تكرهوا خارنسا أصلا، عباكم الجلفة؟ قال لك راهم رايحين، قال لك الجلفة خير من خارنسا. بصح يحبوا يهضروا بالفرنسية ويكسروا لها جد باباها. راهي الدوزيام الجلفة. ماشي دوزيام. دونك هادو الجماعة اللي يغنيو الصراحة. شوف الجلفة وعبد المجيد تبون كلمات تجتمعان مع بعضهما البعض، ما على باليش علاه. شغل هكا واحد اللقاء هكا وانتم تشوفوا الناس هادو. هادو في الجلفة هادو ما على باليش ناس، كواكو المصطلح تاع ناس راني نستعملو مجازا صراحة. راح نقول اني قلت هذيك الخطره حنا في جيجل والله عندك قراده غير واحد الذكاء واحد الفطنه واحد التربيه عندهم ما شاء الله. دائما هذو اليامات نتذكرهم بزاف القراده تاع جيجل، ما على باليش علاش يجوني في بالي كثيرا باسكو خير من بعض البشر.
انت تقول هادو الناس راهو تبون حق لهم امور، راهم يغنيو تجلفة معاك عمهم تبون. اقسم بربي الكعبة ثلاث خضرات، خير الجلفة خير من خرنسا، والله غير خير منها. هذه هي الجلفة، والله غير خير منها. هاي واش راح نزيدك؟ نحلف لك بربي يا صاحبي، انا نحلف لك بربي، والله هي الجلفة غير خير من خرنسا، خير منها. تخيل تغني على بنادم معيشك في الوضع هذا، وزاد عفنك بلك في وقت بوتفليقة كانوا شوي حسن. شنو قندهار؟ حاشا قندهار انها تكون مثل الجلفة. قندهار راهم قادرين يتابعوك قضائي، انت صاحب التعليق غير اعتذر. تقول قندهار، واش تقصد قندهار؟ روح شوف قندهار، قسم بالله تلقاها احسن، والله نروحو نشوفو انا والو ما يفوتو حتى التعليقات، اني ساعة ساعة نحكمكم. دور يتابعوك قضائيا قندهار. اصبر تشوف، اسحب هضرتك. هاي قندهار واش خصها؟ ها نقدروا ندوروها شويه ولا لا؟ اصلا نقرب لك يا صديقي، هاي الساحه حاشا قندهار. او اعتذر خونا، راني نقول لهم ما يتابعوكش قضائيات كي اعتذرت. تبي انت جلفه؟ راهي قندهار ساعه ساعه، لو كان الظروف تاعهم تولي مش مليحه يقول لك حابين يرجعونا الجلفة. انتوما نهار في كوت ديفوار، نهار هذيك العريانه هذيك والعرايه اللي معاها راحوا يسبوا كوت ديفوار، الايفواريين عادوا يجبدوا في الصور تاع الجلفة، يقول لك راهم هادو اللي قاعدين يقولوا باللي راهم حابين يوليو بين اسبانيا والبرتغال. اسبانيا والبرتغال راهو قريب دار عندهم زلزال باش يهربوا، كش ما يروحوا جهة المحيط الأطلسي ولا المحيط الهندي ولا كش من يهربوا في شي جهة. نهاية صراحة يا حسرة يا حسرة يا حسرة، حتى من ضرك راسك خير منها. كارثة يعني انك تعيش في الظروف هذه، تموش من عبودية اللي وصلت لها باش تطبل الانسان معيشك في الظرف هذا. هذا هي السؤال الذي يطرح نفسه بقوه، وهذا هو الاشكاليه الكبرى.